طلاب الخامس الإعدادي حبايب الأبطال، رجعت لكم محاضرة جديدة بالوحدة الأولى. اليوم راح ناخذ موضوع المضارع المستمر اللي هو الـ present continuous. طبعا احنا بعدنا بالدرس الأول، يعني اللي يسأل بعدنا بالدرس الأول. بالمحاضرات السابقة أخذنا موضوع المضارع البسيط اللي هو الـ present simple. اليوم راح نبلش بالموضوع الآخر اللي هو بالدرس الأول الـ present continuous، المضارع المستمر. طبعا موضوع المضارع المستمر راح اسوي لك محاضرتين، للي يسال كم محاضره راح يصير، راح يصير عندك محاضرتين، هاي المحاضره، المحاضره الثانيه راح نكمله هو والجواب القصير مالته شورت انسر. يعني مثل ما تعرف احنا ما نشرح فقط قواعد بسيطه، دا نشرح بالتفصيل الممل، لذلك دا اسوي محاضرات مطوله واكثر، يعني خاطر اشرح لك كل الافكار اللي تجيك في الامتحان الشهري وممكن تفيدك فيما بعد بال سادس او المراحل اللي قادمه بالجامعه، لان هاي المواضيع نفسها راح تلقاها تكرر عندك. فانا بدي اشرح لك كل التفاصيل وكل الافكار اللي تمر عليك مسيرتك الدراسيه. اوكي؟ اوكي صح. فهسه راح نجي على موضوع البريزنت كونتينوس اللي هو موضوع المضارع المستمر. احنا يا شباب متفقين على شغله بسيطه وقايل لك انا بيها بالمحاضرات السابقه، انه اول شغله قبل ما تبلش تحل لازم تحدد اسم الموضوع. يعني انا بالامتحان الشهري لما اجي اريد احل الجمله ما احلها بكيفي، لازم احدد هذا الموضوع شنو حتى اشتغل عليه، حتى ارجع اتذكر الملاحظات مالته ونبلش نحل. لذلك هسه لما اجي على موضوع المضارع المستمر او البريزنت كونتينيوس، هاي لازم احنا حافظينها، كلمه بريزنت معناها مضارع. اذا بريزنت وياها سمبل بسيط، اذا بريزنت وياها كونتينيوس يعني مضارع مستمر. اوكي احفظ هذه الكلمات، كونتينيوس مستمر هاي دائما. اوكي بريزنت هي مضارع. فانا لما اجي يا شباب عندي بالحل اول شغله لازم نحدد الزمن، لازم نحدد الزمن. الخطوه الثانيه نجاوب، ها نحدد الزمن عن طريق شنو؟ شرحت المحاضره السابقه او المحاضرات السابقه ايش قلت لك تحدد الزمن عن 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 شنو؟ شنو اللي راح يخليك تحدد الزمن؟ يا اما هو يقول لنا present continuous، او احنا نعرفه. استاذ شلون تعرفه؟ من خلال الدلائل. من خلال شنو اعرفه؟ من خلال الدلائل. اوكي يا شباب، اوكي استاذ، تعال حبيبي هنا. هسه انت حددت موضوع المضارع المستمر، ايش راح تسوي؟ راح تجي تجاوب. بس قبل لا نجاوب خلي انطيك الدلائل مال المضارع المستمر. شوف دلائل المضارع المستمر، عندنا كلمه ناو اللي معناها هسه او حاليا او بالوقت الحالي او هسه دي يصير هذا الشيء ناو، وعندنا ات ذا مومنت، ات ذا مومنت في الوقت الحالي، at the moment في الوقت الحالي، وعندنا at the present هم في الوقت الحالي معناها او في هذه اللحظه، وعندنا اثنين كلمات اثنين دير بالك من عندهن يجنك بدايه الجمله اللي هي look وراها علامه تعجب و listen معناها استمع وراها علامه تعجب. اذا شفت now at the moment at the present look listen، هذا اني مباشرة راح تقول علي هذا الزمن ماتنا مضارع مستمر، حتى لو ما قايل لك مضارع مستمر ما عليك بي بعد. انت حدد حسب الملاحظات، يعني ممكن يقول لك جملة يعطيك يقول لك كوريكت. انا ما حدد لك الزمن بس راح يعطيك واحد من الدلائل، فانت على اساسه تشتغل. استاذ انا حددت، بعدها تروح على الجواب يا شباب، الجواب يا اما يكون عندك مثبت، يا اما يكون عندك جملة منفية، او يكون عندك استفهام، يعني ماكو غيرهن، يا اما مثبت يا اما منفي يا اما استفهام. زين استاذ انت شو راح تشتغل لنا بهاي المحاضره؟ احنا راح نشتغل بهاي المحاضره المثبت فقط. نشتغل بهاي المحاضره المثبت فقط، شلون اعرف هاي الجمله مالتي جمله مثبته؟ اوكي انا اعرفها جمله مثبته، اجي اقرا الجمله، إذا ما بيها نوت يعني مو منفية، إذا ما بيها علامة استفهام يعني مو جملة استفهامية، يعني ايش راح تصير هنا؟ راح تصير عندي جملة مثبتة. نجي المضارع المستمر،
المضارع شنو؟ المستمر بيا حاله في حاله الاثبات. في حاله الاثبات. تعال سنج ناخذ المضارع المستمر بحاله الاثبات. شوف المضارع المستمر بحاله الاثبات القاعده مالته تقول لك يابا اني ابدي بمن؟ ابدي بفاعل، وعرفنا الفاعل يكون يا اما اسم يا اما ضمير. بعد الفاعل يا شباب زمن المضارع المستمر يجي وراه لو از، ورا الفاعل لو ار لو ام. فاعل از، فاعل ار، فاعل ام، واحده من ذني يجي ورا الفاعل. ورا ذني مباشره حيجيك فعل. هذا الفعل يا شباب شرط من الشروط، بما انه مستمر لازم الفعل ينتهي باي ان جي. الفعل بيش ينتهي باي ان جي، وراها حتجيك التكمله. هاي ما عليك بها التكمله، خلي تولي اوكي. هاي وين طيك اياها، لكن ركز لي على شغله. الاز والار والام وراهن فعل باي ان جي. من نشوف هاي الجمله هيجي معناها خلاص هذا جمله مضارع مستمر، والدلائل مالته از ار ام فعل باي ان جي. يعني مثلا هنا شو يقول لك؟ يقول لك اي ام دوينج ماي بيست. هذا من تجي يقول لك يابا حدد لي هاي الجمله، حدد لي اياها، انت راح تقول له استاذ ما اراد لها شيء، لقينا بها ام ولقينا فعل بي اي ان جي. فمن لقينا ام وفعل بي اي ان جي خلاص معناها جمله مضارع مستمر. اوكي اوكي استاذ. شوف حبيب هاخل يعطيك ملاحظه، ايش وقت تستخدم از وار وام؟ حسب الفاعل. اذا الفاعل مالتك كان هي وشي وات، هذني عدل قبل راح تستخدم وراه الاز. نفس الشيء اخذناه من المحاضرات السابقه، يعني قلت لك شو وقت تستخدم از اذا الفاعل هي شي ات يعني مفرد. ايش وقت تستخدم الار اذا كان الفاعل ذي يو وي؟ واحد من ذني خلاص معناها الفاعل الفعل المساعد راح نستخدمه شنو؟ ار. راح نستخدم ار. زين شو وقت تستخدم الاي؟ فقط اذا كان الفاعل. شو وقت تستخدم ام؟ اذا كان الفاعل اي. هذن كلهن عدل قبل راح نزيد وراهن فعل، هذا الفعل باي ان جي حسب القاعده، وتكمله وينتهي عندك الحل. خلينا نطلع خلاص، ها هي قاعده المضارع المستمر في حاله اذا كانت عندك الجمله مثبته. اوكي اوكي استاذ. تعال هسه على هاي، قبل لا اكو ملاحظه بس ما راح اعطيك الملاحظه هسه، فقط لما اوصلها يعني من راح احل الثلاث امثله راح اعطيك الملاحظه، يعني ملاحظه راح اذكر لك اياها. انا ما اريد اذكر هسه الملاحظه هاي الا خلص ذني. اوكي من راح احكي ذني الامثله نحلهم سويه راح اعطيك الملاحظه اللي خاصه بالفعل ابو الاي ان جي، شلون تضيف اي ان جي. بس قبلها لازم احل لك ذني حتى نضبط الموضوع. تعال هنا على الجمل ذني ثلاث. شو يقول لك؟ يقول لك he do his homework now. he do his homework now. قال لي هنا أنا correct صحح. احنا لازم نجي نصحح الجمله بس ما نعرف الزمن يا هو. يعني انا هسه ما قدرت احدد الزمن، ما عرفت يا هو. بس اجي اقرا الجمله he do his homework now. عندي هنا أنا شنو هو now؟ من عندي now معناها هذا الزمن مالتي مضارع ممتاز، مضارع مستمر. يعني عندي شنو؟ عندي ناو. فاجي احل الجمله بالمضارع المستمر. الجواب يكون بثلاث حالات، لو مثبت، لو منفي، لو استفهام. انا الجمله مالتي ما بيها لا نوت ولا بيها علامه استفهام. اذا خلص الجمله مالتي مثبته. والمثبت هذا قاعدته. الفاعل ينزل، اللي هو من هو الفاعل هنا أنا عندي؟ عندي الفاعل هي ينزل. حلو؟ نزلنا الفاعل هي. اوكي؟ وراها ننزل لو از لو ار لو ام. من الفعل اللي يجي ورا الهي؟ از. اكيد عندي هي از، والفعل دو هذا مباشره حنضيف لاي ان جي، والباقي من الجمله يكمل الاخير ونحط نقطه ينتهي الحل. اوكي اوكي استاذ. تعال هسه على الجمله الثانيه. سلمى اند علياء، سلمى وعلياء هيلب ذير ماذر بريزنت كونتينيوس. هو قايل لك هنا جايك من الاخير، يعني قايل لك يا بهليها بالمضارع المستمر. انتهى الموضوع بعد. انا من قال لي مضارع مستمر اجي على اساس ثلاث حالات، لو مثبت، لو منفي، لو استفهام. استاذ هاي مبينه معماريه مثبته، قال اراد اروح القاضي، والله ما اراد اروح القاضي. هي مثبته وخلاص انتهى.
ما بها لا نوت ولا بها علامه استفهام. زين احنا عندنا سلمى اند علياء، هذني ذني شنو؟ ذني فاعل ينزل سلمى اند علياء، هذا ننزله. اوكي اوكي صح. زين سلمى وعلياء الفاعل، احنا ورا الفاعل شنو نخلي؟ لو از لو ار لو ام، لو از لو ار لو ام. زين سلمى وعلياء، سلمى مفرد بالله عرفناها، بس ايش حاطوا اياها؟ حاطوا اياها علياء، يعني ايش قص صار؟ صارن اثنين. احنا بالانجليزي الاكثر من واحد ويعتبر جمع، ماكو مثنى ومؤنث وجمع مذكر سالم وجمع مدري منو وهاي السوالف، ماكو هيك شيء. لو جمع لو مفرد، واحد مفرد، اثنين جمع يعتبر، من اثنين وفوق يعتبر كله جمع. فبما انه سلمى وعلياء اثنين، لذلك يعتبر هذا الفاعل شنو؟ الفاعل جمع. واحنا نعرف الفاعل الجمع ايش نستخدم وياه؟ نستخدم وياه ار. فهنا انا راح اخلي شنو؟ راح اخلي ار. والفعل داخل القوس، والفعل داخل القوس نضيف لاي ان جي. استاذ واكمل لو ما اكمل؟ كيفك، كمل كمل، ما تكمل عاد اوقف. اوكي look the bird fly high correct، صحح صحح هذه الجمله. من يقول لك correct صحح هاي الجمله؟ هنا أنا راح انت بعد شو تسوي؟ تعتمد على روحك، لازم بالبدايه تحدد الزمن. لو ما محدد لك اياه هو، هسه لو محدد لك قايل لك حل مضارع مستمر، انت قبل تحل مضارع مستمر بس ما محددك. لكن انت شوف الجمله ايش منطيك، قايل لك look the bird fly high. اجيت اني هنا look look، وانا قايل لك اذا لقيت كلمه look معناها هذا الزمن مالتنا شنو؟ present continuous، فهسه باعتبار هذا الزمن مالتنا مضارع مستمر. اوكي مضارع شنو؟ مستمر. زين يقول لي هنا أنا the bird الطائر، نزلها the bird. استاذ هاي مو ذي، شوف ترى جربالك ما بق ذي، هاي هاي ذي معناها قل التعريف، bird الطائر، the bird الطائر. اوكي فهنا هاي the bird مو ذي، the bird جربالك، ذي جمع دي خلاص انتهى الموضوع، ما تعرف ضمير فاعل هم، بس هاي ذي اللي التعريف الطائر. الطائر فلاي هاي. زين شباب الطائر مفرد لو جمع؟ استاذ مفرد، المفرد ياخذ از لو ار لو ام. استاذ مبينه ياخذ از، هاي وين لقيتها؟ شنو ار شنو ام؟ لا ما ياخذ ام، خلينا از. الفعل داخل القوس نضيف له، نضيف له اي ان جي. استاذ نعم استاذ شو الواي؟ كش ما سويت له لا حذفتها لا حولتها الى اي، ماكو هيك شرط، احنا شو متعلمين نحولها الى اي؟ كش متحول. هسه راح انطيك اضافه الاي ان جي للفعل. تعال هسه راح انطيك هنا شنو؟ قواعد. انطيك هنا شنو؟ قواعد اضافه، قواعد اضافه اي ان جي للفعل. هذا شنو انه؟ قواعد اضافه اي ان جي للفعل. تعال علي القاعدة رقم واحد. طبعا انا ما راح اعطي قواعد هواية وما ادري شنو، اريد اسهل عليك يعني، راح ابسط لك الاشياء حتى ما اسوي عليك هوسه ما ادري شنو، اعطيك الشيء المختصر ومفيد. الملاحظة الاولى شو تقول؟ تقول يا شباب اكتب لي بالدفتر اذا انتهى الفعل بإي، اذا انتهى الفعل بمن؟ بإي. هذا الإي يا شباب شو تسوي له؟ تحذفه وتضيفه مكانه اي ان جي. استاذ شلون؟ تعال خلي اقول لك شلون. مثلا هسه عندك كلمه سيف، هاي سيف قال لك ضيف لها اي ان جي، ليش منتهي الفعل منتهي باي؟ هاي الاي شو تسوي لها؟ تحذفها وتضيف اي ان جي. عندك هاف، الهاف ليش منتهي باي وقال لك ضيف اي ان جي؟ يقول له الاي تحذف وتضيف اي ان جي. هاي يا ملاحظه، الملاحظه رقم واحد. حلو حلو، ملاحظة رقم واحد. تعال لي على الملاحظة رقم اثنين. الملاحظة رقم اثنين يا شباب شو تقول؟ تقول إذا انتهى الفعل بواي، هنا ايش راح تسوي؟ إذا انتهى الفعل بواي ركز، نضيف اي ان جي فقط. اوكي نضيف اي ان جي فقط، ما لك علاقة بعد، لا تحول ولا تضيف ولا تضعف ولا كل شيء ما تسوي. هسه مثل هذا عندك الفعل منتهي بواي، قبل ضفنا اي ان جي، كل شيء ما تسوي لا تضاعف ولا تضيف ولا هاي الاشياء.
اي فعل ينتهي بواي بس تضيف له ing. cry crying, play playing, ضبط كل شيء ما تضيف، لا تضيف لا تحذف ولا كل شيء ما تسوي. اوكي هاي الملاحظه رقم 2. الملاحظه رقم 3 ايش تقول؟ تقول اذا انتهى الفعل بحرف صحيح، بمن انتهى الفعل بحرف صحيح وقبل عله واحد، قبل الحرف الصحيح شنو عله واحد، ايش راح تسوي هنا؟ هذا الحرف الصحيح تاخذه وتضربه في 2، يعني يصير عندك 2 حرف صحيح. وش تضيف هنا؟ تضيف اي ان جي. مثلا شنو عندك؟ عندك الفعل هيت، هيت بيش منتهي بتي، مو منتهي بتي وقبل حرف عله واحد، ايش راح تسوي هنا؟ راح نضاعف الحرف الصحيح ونضيف اي ان جي. عندي مثلا كلمة سويم او الفعل سويم يسبح، ها ليش منتهي؟ هم منتهي بام وقبل حرف شنو؟ حرف علة واحد، فحرف الصحيح نضاعف نسويه 2 ونضيف اي ان جي وانتهي عند الحرف. اوكي هاي 3 ملاحظات، اذا هذني 3 ملاحظات ما طبقت بضيف اي ان جي وانتهى الموضوع. اوكي هاي 3 ملاحظات فقط اللي عندك، عداها انت بتضيف اي ان جي انت مغمض. اوكي اوكي صار، حاولت لك اختصر لك بين يعني حتى لا اسوي عليك واسه. هو اكو بعد هواي ملاحظات بس انا اعطيتك ذي الاساسيات، يعني نقدر نقول تشتغل عليه اغلب الافعال بالخامس الاعدادي. اوكي اوكي صار. هسه نرجع شو نسوي؟ نرجع نراجع الموضوع مالتنا اللي هو موضوع البريزنت كونتينوس، موضوع المضارع المستمر، حتى اعطيك عليه امثله ونحله سوا. المضارع المستمر عندك شغلتي لازم تعرف كل زمن شلون تحدد وشلون تحد. نحدد من خلال طريقتين، لو هو يقول لنا بالسؤال لو اني اعرف من خلال الدلائل، اذا هو ما قال لي لازم اكو دليل، هذا الدليل خلينا اعرف زمن الجمله. شلون اشتغل على الدلائل او هو شلون يقول لي؟ راح يقول لي present continuous مضارع مستمر وانتهى الموضوع. شلون اني اعرف من خلال الدلائل؟ يا اما عندك now يا اما عندك at the moment at the present، هذا عندي الدلائل، او تلقى كلمه look او listen، هذا اللي معناها المضارع مستمر. اوكي زين، احنا عندنا كم حاله نجاوب لو مثبت لو نفي لو استفهام. شنو 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 عرفاني؟ شلون اعرف هذا مثبت؟ باو انت شلون تعرفه منفي؟ راح تلقى بي نوت. شلون تعرفه استفهام؟ راح تلقى علامه استفهام. هاي ماكو معناها جمله مثبته. اوكي المضارع المستمر في حاله الاثبات، الفاعل تحط وراه لو از لو ار لو ام، والفعل الموجود تحط له اي ان جي بعد ماكو اس ومجرد ما ادري شو، لازم تحط له اي ان جي الفعل حاله المضارع المستمر. اوكي الاز حسب الفاعل، الار حسب الفاعل، الام حسب الفاعل، مفرد از جمع ار اي ام. اوكي اوكي استاذ، هل عندك اضافه قواعد اضافه الاي ان جي؟ تكتب هذا اللي موجود على السبوره، خاطر شنو؟ خاطر ناخذ امثله خاصه بمن؟ خاصه بموضوع المضارع المستمر ونختم محاضرة اليوم. طلاب حبايبي هذه الأمثلة الخاصة بمن موضوع المضارع المستمر. عندك 4 جمل راح نحلل حتى نضبط حالة الإثبات اللي هي الحالة الأولى من حالات زمن المضارع المستمر. تعالوا وياي على الصبورة حتى نفسخ هذين الأربع أمثلة. المثال الأول ده يقول listen I talk to you correct. ها listen I talk to you correct صحح. من يقول لك صحح معناها صحح الجملة في حال انت اذا عندك خطأ، احنا اكيد عندنا خطأ هو عطلي فعل بين قوسين خلاص معناها الجملة مو صحيحة، يعني اكو بيها بعد تغييرات. هاي التغييرات شلون اشتغل عليها؟ حسب الزمن. وانا شلون اعرف الزمن؟ حسب الدليل. ليش استاذ الدليل؟ ليش ما قايل هو؟ ما قايل لك، قايل لك كرك شو اسوي لقب حرف كيف يا ابوي؟ هو محدد لك اصلا. فتجي هنا لازم تلقى دليل. اذا دليل ظروف تكرار every on Saturday on Monday، يعني هاي الدلائل معناها مضارع بسيط. بس أنا من جيت قرأت لقيت listen، استاذ listen هاي معناها هنا مضارع مستمر الجملة. فمن جينا لقينا كلمة listen معناها مضارع مستمر، ننزل الفاعل اللي هو من هو I. ال I يا شباب ياخذ is low are low am. حلو استاذ ياخذ am ممتاز. الفعل داخل القوس شو نضيف له؟ بالمضارع المستمر دائما الفعل شاخذ ياخذ اي ان جي، والباقي من الجمله تريد نزله نزله، ما تنزله عادي ماكو مشكله يعطيك صح. حلو شكو شيء بعد القوس لا تكتبه، يعني ما له داعي تكتبه. وي هاف ا بارتي ات ذا مومنت. استاذ ات ذا مومنت الله يخليك مبينه اصلا، ولا تروح بعد تقرا الجمله عفوا عفوا. من اللي لقينا ات ذا مومنت معناها مضارع مستمر.
والمضارع المستمر القاعدة ما تقول الفاعل هو وي، الوي ياخذ از لو ار لو ام، لا استاذ الوي ياخذ ار. الفعل داخل القوس نضيف لاي ان جي، منتهي باي الاي تحذف ونضيف اي ان جي. الباقي من الجمله تصير كتبه كتبه، ما تكتبه عادي ماكو مشكله، بس وي ار هافينج عادي ماكو مشكله. لانه يعني يقول لك بس صح يعني شي از كلين ذا روم، كوريكت صح شي از. شوف هنا منطيك نصف الجواب، يعني هنا باعتبار منطيك تقريبا نصف الجواب، فيا شباب قايل لك شي از، منطيك الاز هو، بس هذا الفعل لك الصححه. انت تعرف الاز والار والام ايش راح يجي وراهن؟ اكيد راح يجي وراهن فعل قابل فعل مجرد، لا ما يصير. قابل فعل بي اس، لا ما يصير. اكيد راح يجي وراهن فعل بي اي ان دي، فتيجي الكلين سي كلينينج وتنتهي الحل. حلو يا شباب، حلو استاذ. تعالي علي من على الرابعه. The man looked tired present continuous. The man looked tired present continuous. هو قايل لك الرجال هنا، هو قايل لك مضارع مستمر. قال له اوكي. نجي على الجمله، الفاعل مالتنا ذا مان، ذا مان معناها الرجل، والرجل مفرد لو جمع مفرد. المفرد ياخذ از لو ار ياخذ از. الفعل داخل القوس نضيف له نضيف لاي ان جي ونحط نقطه. استاذ ليش ما كتبت الفاعل؟ عادي لا تكتب، حتى اذا بهذه الجمل ما يحتاج تكتب الفاعل، كيف تقدر تكتبه كتبه، ما تكتبه ما في مشكله، هو اصلا موجود يعني كاتب لك اياه، فما اكو اي مشكله ولا اكو اي حرج يعني يربع يعني. لا تتخيل انه راح يعطيك صفر او هيك شيء، لا لا ابد، ولا يحاسبك نهائيا. اعطاك برقد تريد تكتب الفاعل كيف، انا كيف ما في مشكله. اوكي هذا هو موضوع المضارع المستمر اللي هو الحاله الاولى فقط، بس حاله الاثبات خلصت يعني. بعد عندنا حاله النفي وحاله الاستفهام، وكذلك بقى عندنا شنو؟ الجواب القصير. المحاضرة الجاية تعتمد على هاي المحاضرة، إذا ضبطت هاي المحاضرة معناها المحاضرة الجاية أنت حاطها بجيبك. أوكي؟ أوكي أستاذ. لهنا انتهت محاضرتنا، أشوفكم إن شاء الله بخير وفي أمان الله.